شخبارك؟ هلا الحمد لله. انت في هالجنب عال؟ اي والله صار لي 6 شهور. 6 شهور؟ والله وزن مبروضي يتغير. كلش مو تغيرتي؟ معنا وانا في الجيم كل يوم. اهلي شلونك؟ شو مسويه؟ شيء تمام. شلت كذي وايد متنونه؟ والله تعرفين بعد الحمال والولاده، بس ان شاء الله ابتدي اسوي رياضه. ان شاء الله. عليكم السلام. مع النفش، هالك كان ناقصنا بعد. عاد شو اسوي كله يعانه؟ ملح ودهن وسالفه. قاعد اكل حق شخصين؟ نزور غيره؟ ما فيني شيء، اروح اطبخ حق روحك. مثل ما شفنا هالمراحل تمر فيها اغلب البنات. خلال فترة الحمال طبيعة أجسامهم تتغير، تكون قابلة أنها تكتسب وزن بشكل أسرع وأكبر، فلذلك البنت تحتاج إلى طرق خاصة بحيث أنها تحافظ على وزنها وما تكسب الوزن. وعشان نتجنب هالمشاكل راح نتكلم في 3 نقاط أساسية راح تحد من مشكلة زيادة الوزن خلال فترة الحمل، راح تساعدها على أنها تحافظ على جسمها. قبل الحمال ب6 إلى 8 شهور لابد البنت تبتدي بممارسة الرياضة لرفع وزيادة لياقتها البدنية. هالشيء راح يساعدها انها تواصل على الرياضة خلال فترة الحمل، والأهم راح يساعدها في فقدان الوزن الزايد ما بعد الولادة بشكل أسهل وأسرع. المحافظة على الأكل بنوعياته وكمياته خلال فترة الحمل راح يجنبها الزيادة في الوزن، وهالشيء راح يخلي حياتها وايد أسهل بعد الولادة وما بتعاني من زيادة الوزن. لابد أن البنت ترجع للرياضة في أقرب وقت بعد الولادة، فإذا كانت ولادتها طبيعية ممكن ترجع للرياضة خفيفة مثل المشي أو الجري من بعد 4 إلى 6 أسابيع من الولادة. أما إذا كانت الولادة قيصرية فترجع للرياضة خلال 3 إلى 6 شهور بعد موافقة الطبيب، مع تجنب الرياضات اللي تركز على منطقة البطن بشكل مباشر. فالرياضات اللي ينصح فيها بعد الولادة هي تمارين الكيجل لإعادة تفعيل عضلات الرحم والجهاز التناسلي، بالإضافة إلى التمارين القلبية التنفسية اللي راح تساعدها في استعادة لياقتها البدنية. ختاماً، لكل أم تأثر جسمها بعد ولادتها تقدرين تبتدين من جديد لو استغرق الموضوع مدة أطول، بشرط أنك تمارسين الرياضة بالطرق الصحيحة والأساليب الحديثة اللي تساعدك على استرجاع شكل جسمك. وقبل كل شيء اخذي في الاعتبار الظروف الصحية اللي تمرين فيها، بحيث خلي يكون تمرينك مبني على ظروف حياتك، حتى لو تطلب منك انك ترجعين الى المختصين وتستفيدين من خبراتهم. شكرا لكل أم.